السؤال الأول في هذه الحلقة من المرسلة سناء محمد من مصر، تقول: أنا امرأة كبيرة وغنية بحمد الله، وعرضت الحج على زوجي أكثر من مرة فرفض أن أحج دون سبب، وعندي أخ كبير يريد الحج، فهل أحج معه وإن لم يأذن لي زوجي، أم أترك الحج وأمكث في بلدي طاعة لزوجي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، وهل من نصيحة توجهونها له لعله يأذن لي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة إذا استطاعت الحج على نفقتها ووجدت محرما يذهب معها، فإنه لا يجوز لها أن يمنعها من أداء الفريضة. أما حج النافلة فله أن يمنعها منه، فلا يجوز لها أن تخرج في حج النافلة إلا بإذنه، فإن لم يأذن فإنها تبقى، هذا من حقه عليها. نعم.